شوف، انت سألتني عن الجديد في المهرجان. انا هبتدي بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، انه دور كبير، ولا عارف ازاي ما حدش يقدر يغفل دور مصر الثقافي وقوتها الناعمة، وبالتالي الغياب ده ينال حتى من قدرتنا السياسية، فالعودة ليها مردود سياسي. ده واحد. ندخل في آليات المهرجان نفسه. آليات المهرجان احنا عندنا مجموعة أشياء جديدة تماما، الورش المسرحية، والورش دي بتغطي كل علوم المسرح بدءا من تقنيات خشبة المسرح وتقنيات الكتابة، وورش في التمثيل والإخراج، وورشة في فيزياء الجسد بيقدمها واحد من تشيلي مهم جدا في المنهجية دي. ده واحد. البعد التاني الجديد تماما فكرة ان انا اتناول المسرح اللي بيقيمه عرب في اوروبا الغربية والامريكتين، واعتقد ان ده في الندوات نفسها شيء مهم جدا ان احنا نتطلع لهموم المسرحيين العرب المهاجرين وكيفية كمان تعاطيهم مع قضايا الشرق الاوسط ودمحهم واخد بالك. وكمان احنا مهتمين جدا، يعني في واحدة من المكرمين عندها مسرح اسمها تورانج، هي من أصول فارسية وأرمنلية الاثنين مع بعض، أبوها أرمنلي وأمها فارسية، فعمل مسرح في الولايات المتحدة 350 كرسي لعرض قضايا الشرق الأوسط من منظور غربي طبعا. فهنا عارف ازاي لما تشوف منظورات مختلفة بتتعامل مع القضايا العربية سواء من عرب أو من أجانب، احنا بنحرك ميارة كده في الساحة بتاعتنا. اللي احنا عاملين كمان بروتوكول مع الاي تي اي يونسكو، هيتمخض عنه برنامج تنفيذي هيبقى لصالح شبان الحركة المسرحية والحركة المسرحية، وان شاء الله لما يعلن البروتوكول ده يوم 21 في المجلس الاعلى للثقافة الساعة 3 هنطلع الرأي العام المسرحي على الخطوات التنفيذية اللي اهمها موقع ضخم جدا عارف ازاي في 17-18 ايتم يهمه المسرحيين بشكل عام. الـ كمان في مائدة مستديرة لعل حضرتك قرأت عنها مع كل رؤساء المهرجانات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والمعارف، ولنفع برضو هنبعت شبان الحركة المسرحية إلى هذه المهرجانات، ثم المهرجانات دي هترشح لبعضها أعمال، وبالتالي نقدر نضمن حالة من حالات الجودة. في علشان أكون صريح معاك، إحنا السنة دي نتيجة لضعف الإمكانات المادية والناس اللي عمالة تقول 10 مليون وبتاع، إحنا ميزانيتنا لم تتجاوز 5 مليون جنيه، وأعتقد إن مع فكرة الإنفليشن التضخم الشديد في أسعار التذاكر وأسعار الفنادق، أعتقد إنك لما تقيم مهرجان دولي بنص مليون دولار عارف إزاي علشان تستعيد مكانة مصر المحورية اللي بدأنا بيها هذا الحوار، أعتقد إن ده رقم زهيد جدا عارف طبعاً. ازاي مش كده ولا ايه طبعا. لكن خسرنا حاجة مهمة وهي الكتب، واحنا بنستدرك احنا طبعا، ودي كان احد اهم انجازات المهرجان التجريبي في كتبه واخد بالك ازاي اللي تجاوزت اعتقد 600 مطبوعة بالضبط كده عارف ازاي، لكن احنا قدام حقوق ملكية فكرية الان واخد بالك، فهنعمل بروتوكول مع المركز القومي للترجمة، واحنا محددين حوالي 150 عنوان من احدث الاصدارات في 2015 و2016، وان شاء الله هنبدأ مع المركز القومي للترجمة بان احنا نديله 10 كتب في 10 كتب في 10 كتب وهكذا مع كل الدورات القادمة ان شاء الله، بحيث ان احنا نسترجع اصدارات المهمة. ده اللي اقدر اقوله لحضرتك.